خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف ونعرف منها اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليكي دينا. صباح الخير بسان. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليكي يا دينا. السوشيال ميديا اثرت في شخصيتك ازاي؟ بصي هي اثرت بالايجاب، يمكن انتوا ليكوا اراء مختلفه شويه او شايفين انها فيها ايجاب او سلب، ولكن انا شايفه ان كل شيء بيستخدم باعتدال هو يعني بيبقى ليه نتائج ايجابيه كتير، لان الشيء اللي بيزن عن حده بيتقلب لضده. لكن انا شايفه من تجارب الناس اللي حواليا هي اثرت بشكل كبير واثرت بشكل ايجابي، بعيدا عن احنا ممكن انت كشخص واعي بتقدر تلفظ الحاجات اللي مش على هويتك او ثقافتك او شايف فيديوهات معينه وما لهاش اي لازمه بتجريها وما بتشوفهاش، وكل واحد على حسب ثقافته وهويته وعلى حسب كمان هو تطلعاته ايه وانتماءاته ايه اللي هو شايفها صح وعايز يوصل لها. فادتني كتير في مواقع اخباريه، فادتني في شغلي، فادتني في ان انا بقيت على اطلاع دايما بكل ما هو جديد مش في مصر بس في العالم كله. ممكن احنا كمان في شغلنا حلو ان الناس تبقى عارفانا من السوشيال ميديا دي، وده مهم لينا ان احنا يبقى لينا دور على السوشيال ميديا، لان احنا حتى الكلام اللي بنقوله بيوصل رسائل معينه، لان صح. احنا لينا دور مهما كان، احنا لينا دور في المجتمع فلازم نقوم بيه من خلال السوشيال ميديا. طب انت مش بتخافي مثلا شويه على الجيل الجديد يمكن من السوشيال ميديا؟ لما بتربي صح بتعرفي ان انت تعملي كنترول، وحتى لو انت ما عرفتيش تعملي الكنترول ده انت لازم تسيبيه يتعرض لكل حاجه وهو يحدد في الاخر هو عاوز ايه. لان الفرض السيطره برضو او الممنوع بيبقى مرغوب اكتر. صح. لان انا فعلا شايفه ان السوشيال ميديا زي ما ليها سلبيات كتير هنتكلم عنها او موجوده، في ناس بتبقى يعني بتقعد عليها 24 ساعه، في ناس منشغله، في ناس ما بتقدرش تادي عملها بشكل جيد علشان هي متواصله معاها، لكن انا من محيط اللي حواليا في سيدات كتيره جدا قاموا بمشاريع وعملوا صفحات على الفيسبوك فمن خلالها قدروا ان هم يشتغلوا وقدروا ان هم يسوقوا منتجاتهم فساعدتهم كتير. حتى امهاتنا واهالينا اللي بيقعدين في البيوت ممكن تتفرج على فيديو ديني كويس، في قران، في بعض الادعيه، طبخه حلوه او اكله حلوه جديده ممكن تتعلمها. يعني انا شايفه ان احنا ممكن ناخد السوشيال ميديا بالطريقه الايجابيه اللي تناسبنا، لكن لو بتصدر لنا بقى حاجه سلبيه لازم نبقى عارفين الفرق بين الصح وبين الغلط. خلوني بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله مريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا معاكم من محافظه القاهره والكثافات بدات تزيد، ده مع دخول ساعات الذروه الصباحيه وخاصه مع بدايه امتحانات النقل وكمان بداية الامتحانات بشكل عام، في كمان هتبدأ في الجامعات قريب. لكن خلونا نبدأ من الكورنيش، هنلاقي كثافات مرية متقطعة عن من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة ففي سيولة مرية. بالنسبة لكوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرية متقطعة حتى غمرة. أما المكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني من كوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكمان كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة. في ظهرة كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية، وهنفضل مكملين معاكم لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات. لكن بالنسبة لنفق الأزهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرية في الاتجاهين. هنروح معاكم ونكمل جولتنا من شوارع الجيزة ومحافظة الجيزة، فبيشهد شارع الهرم كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل ده بيشهد كثافات مرية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بالنسبة لمحور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرية وده أيضا بعد الانتهاء من التوسعات. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباني ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ونروح لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات.
وكمان انتظمت ايضا حركه السيارات للطريق الزراعي امام القادم من مدينه بنها في طريقه الى ميدان المؤسسه ومنطقه المظلات، الا ان مطلع كوبري اها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، ده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. بالنسبة للقادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور الفريق العصار ويختصر لي وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها بعض أعمال بيكون فيه كثافات بسيطة. ونكمل معاكم جولتنا ونروح بورسعيد وهلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات طبعا الذروة الصباحية، ده زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، ولو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية لح مكملة معانا لحد آخر الشارع. بكده خلصت جولتنا المرورية.